السلام عليكم أحبتي المشاهدين. بين عظيم معنى الآية وجلالة بيان الرواية، ها نحن وإياكم في آية وبيان. آياتنا اليوم من سورة النبأ المباركة، لنكن وإياكم وبيان فضلها من محمد وآل محمد. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من قرأ عما يتساءلون لم تخرج سنته إذا كان يدمنها في كل يوم حتى يزور بيت الله الحرام إن شاء الله تعالى. وقال النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأها وحفظها كان حسابه يوم القيامة بمقدار صلاة واحدة، ومن كتبها وعلقها عليه لم يقربه قمل وزادت فيه قوة وهيبة عظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم. وختاما يبقى أن نقول لابد لكل آية أن تكون مرتبطة بقائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأنها إما فيه أو في أعدائه، فما أجمل أن نهدي أجر هذا العمل إلى المولى صاحب الأمر والزمان. إلى اللقاء.